قال المتحدث باسم قيادة المنطقة الشرقية لجيش التحرير الشعبي الصيني جان شون خوي في بيان أصدره يوم الخميس إن المدمرة الأمريكية يو اس اس باراي أبحرت عبر مضيق تايوان يوم الأربعاء. وقد أرسلت قيادة المنطقة الشرقية لجيش التحرير الشعبي الصيني قوات بحرية وجوية لمتابعتها عن كثب. وفي السنوات الأخيرة أرسلت الولايات المتحدة إشارات خاطئة مرارا وتكرارا إلى القوى الانفصالية في تايوان، مما يقوض بشكل خطير السلام والاستقرار في منطقة تايوان. وطلب جان جون خوي من الولايات المتحدة التوقف عن عملياتها الاستفزازية في منطقة مضيق تايوان، قائلا إن قيادة المنطقة الشرقية لجيش التحرير الشعبي الصيني تحافظ على مستوى عال من اليقظة للدفاع بحزم عن السيادة الوطنية وسلامة الأراضي، والدفاع بحزم عن السلام والاستقرار في منطقة مضيق تايوان.